بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك الدكتور سعادة الدكتور منصور البراك على جميع ما ذكرت وعلى جميع المعلومات القيمة الحقيقة في أسبوع التهيئة لأعزائنا الطلبة. كذلك أتمنى للطلبة حقيقة عاما دراسيا بإذن الله مليئا بالعلم والمعرفة التي تفيدهم عمليا وكذلك إثراء علميا بإذن الله. حقيقة أنا أتكلم أو تركيزي سوف يكون على الخدمات الأكاديمية بشكل دقيق فيما يختص بالتسجيل المقررات والحذف والإضافة، عملية دراسة الأعذار الغياب عن المحاضرات والاختبارات، موضوع الحرمان بشكل عام هي مربوطة بشكل كبير فيما يختص بتسجيل المقررات مع الخطة الدراسية. إيش الفرق ما بين تأجيل الدراسة والاعتذار عن الدراسة، موضوع إعادة القيد وطي القيد، موضوع تغيير الفرع، تغيير التخصص. هذه جميع إن شاء الله بإذن الله سوف نتطرق لها في حديثنا خلال الساعة القادمة. نبدأ بسم الله في موضوع تسجيل المقررات. وكما تعلمون الآن فتح تسجيل المقررات لمرحلة البكالوريوس، سوف إن شاء الله يستمر إلى بداية الأسبوع القادم. دائما ننصح جميع الطلاب بالمتابعة المستمرة فيما يختص بالتقويم الأكاديمي، لأنه تحصل تحديثات دائمة وقد تكون أسبوعية في عملية التواريخ، عملية كذلك الإعلان عن الخدمات الأكاديمية من تغيير التخصص، من تسجيل المقررات، من تغيير الفرع، من إعادة القيد. جميع الخدمات الأكاديمية الخاصة بالطلبة عن طريق الخدمات الطلابية تكون متاحة وموجودة على موقع الجامعة، وكذلك تكون متاحة وموجودة في التقويم الأكاديمي في موقع الجامعة. فدائما وأبدا نركز على أن ننصح الطلبة بالمتابعة المستمرة للتقويم الأكاديمي، لأنه هو اللي يعتبر لك يعني القائد في كل خطوة أو في كل قرار ممكن أنت تريد أن تتخذه في عملية تقديم العذر، في عملية تغيير التخصص، في عملية تريد أنك تسجل المقررات. في كل خدمة من الخدمات التي تحتاجها خلال مسيرتك في الفصل الدراسي تحتاج إلى أنك ترجع إلى التقويم الأكاديمي، وتحتاج إلى أنك ترى ما هي الخدمات المقدمة، متى تفتح الأيقونة ومتى تغلق. فهناك أيقونة، هذه الأيقونة إلكترونية عن طريق الخدمات الطلابية، تدخل عليها وتقدم على الخدمة التي تريدها. طبعا كل خدمة محددة بتاريخ، بداية تبدأ في تاريخ كذا وتنتهي في تاريخ كذا، فلا بد أنه على الطالب أن يلتزم في هذه التواريخ، ضروري جدا، لأنه بعد إقفال الأيقونة الكليات لا تستقبل أي طلبات في هذا الخصوص، خصوصا في عملية تسجيل المقررات والحذف والإضافة. إذا كان هناك مشاكل في عملية الدخول، مشاكل تقنية لدى الطالب، فعلى الطالب أن يتوجه إلى عماد تقنية المعلومات وتقديم أو رفع تذكرة عن طريق تقنية المعلومات، أنه والله لدي مشكلة كذا كذا كذا. وكذلك يجب أنك ترفق ما يثبت في هذا الشأن. لكن بالعادة الطالب أو أغلب الطلبة يكون لديهم الحساب فعال وكذلك الإيميل نشط، فيجب أنه يعتمد على مسألة التقويم الأكاديمي وبداية فتح الأيقونة والانتهاء، ويلتزم في هذا التاريخ، لأنه بعد انتهاء هذا التاريخ لن يتم استقبال أي طلب. الجامعة دائما مهتمة بهذا الأمر، لأنه ما تستطيع الكليات ولا حتى الجامعة أنه والله تفتح الموضوع إلى أبعد من ذلك، أو أنه أي طلب في أي وقت يكون يعني أو يستلم
من الطالب لدى الكليات، لأنه الأعداد كبيرة، فلا بد أن هذا الموضوع وضع لتنظيم العملية، لتنظيم العملية التعليمية، لتنظيم عملية الخدمات المقدمة للطلبة، حتى كل طالب يكون حافظ حقه، وأنه تأتي جميع الطلبات ويتم دراستها، لأنه في إجراءات أخرى أكاديمية وكمجالس كلية وإلى آخر مجالس أقسام. فبالتالي ما نستطيع أنه والله نفتح الموضوع إلى أبعد من ذلك، فيما يعني كتاريخ يعد التاريخ اللي الموجود في الموقع الجامعة وفي التقويم الأكاديمي كله، لأنه يكون هناك عملية تنظيمية، هناك خدمات، كل خدمة محددة بأسبوع معين بتاريخ معين، تليها الخدمة التي يليها الخدمة التي بعدها. فعلى سبيل المثال هناك مثلا فترة في تسجيل المقررات تبدأ من تاريخ على سبيل المثال 4/1/1442 وتنتهي في تاريخ على سبيل المثال 12/1/1442. تليها بعد أسبوع هناك مثلا مرحلة تأجيل أو الاعتذار عن الفصل الدراسي، تبدأ في تاريخ كذا وتنتهي في تاريخ كذا، بعدها بأسبوع أو أسبوعين تبدأ خدمة تغيير التخصص الذي يبدأ في تاريخ كذا وينتهي في تاريخ. فجميعها خدمات متتالية مجدولة، ما نستطيع أن كل الخدمات توضع في تاريخ واحد أو تكون مفتوحة بلا تاريخ انتهاء كفتح أيقونة. فهذه كلها عمليات تنظيمية، يجب على الطالب أن يدرك ذلك، أن الكلية لا تستطيع أنه بعد انتهاء إقفال الأيقونة أن تسمح باستقبال طلبات إلا في حالات مثل ما ذكرت استثنائية، سواء كان مشاكل تقنية أو ما شابه. ليش نحرص احنا دائما نقول على الطالب أنه يلتزم بالخدمات؟ لأنه تأتينا القوائم في هذه الخدمة بعد الإغلاق، يتم دراستها بشكل كامل لجميع الطلبة المقدمين، على سبيل المثال 300 طلب، 400 طلب، 1000 طلب، وهكذا. ثم بعد ذلك ترفع بشكل نظامي، وتأخذ إجراءها الأكاديمي النظامي في الكلية وفي الجامعة، ثم تعتمد بشكل نهائي وتنفذ للطالب. فإذا كان على مستوى أسابيع أو أشهر تكون مفتوحة، يكون أو تكون الخدمة هذه مفتوحة على طول، فبالتالي لا نستطيع أننا يعني نغطي جميع الطلبات الخاصة بالطلبة إذا ما كانت هناك فترة محددة مقننة لكل خدمة. فهذه لمصلحة الطالب، لمصلحة العملية التعليمية لهدف معين، لأنه كل مرحلة لها وقتها ولها تاريخها في بدايتها ونهايتها. تسجيل المقررات، دائما نلاحظ أنه في كثير من الطلبة عند بداية التسجيل يواجهون بعض المشاكل في تسجيل المقرر أو الشعبة X أو الشعبة Y. على سبيل المثال مثلا يقول والله هناك أن هذه الشعبة خارج اختصاصك، هذه الشعبة مثلا خارج فرعك لا يسمح. فلازم على الطالب ضرورة أنه عندما يختار الشعبة، يجب أن يختار الشعبة بناء على الفرع اللي هو مسجل فيه، بناء على الفرع اللي هو يدرس فيه، بناء على المقرر اللي تنتمي له هذه الشعبة في المستوى الدراسي اللي هو موجود فيه. كثير من الطلبة يختار شعبة، هذه الشعبة لما نيجي نلاحظ انه هذا الشعبة فقط، يعني على سبيل المثال شعبة 1/10/6/7/8، هذه الشعبة تنتمي إلى مقرر مثلا مبادئ إدارة 101، تمام، أو خلينا نأخذ مثلا مقرر متقدم في المستوى السادس مثلا، سلوك تنظيمي أو إلى آخره في تخصص الإدارة. لما نجد أن الطالب هذا مختاره هو في المستوى الرابع ويريد أن يسجل هذه الشعبة لهذا المقرر اللي هي موجودة في المستوى السابع مثلا أو السادس، فيطلع له أنه في غير مستواك الدراسي، ويقول والله أنا ما قدرت أسجل هذه المادة. طيب لما نجي نلاحظ أو نشيك على الطالب، نجد أنه هو في المستوى الرابع ويريد أن يأخذ مقرر بعدها بمستويين أو ثلاثة، وهذا غير مسموح. يسمح للطالب أنه يسجل المقررات في نفس مستواه
أو مستوى واحد فقط متقدما. على سبيل المثال الطالب اللي في المستوى الرابع فقط يستطيع تسجيل مقررات في المستوى الرابع بالإضافة إلى مقررات في المستوى الخامس فقط. كذلك يستطيع أن يسجل مقررات كذلك يستطيع أن يسجل في المقررات التي في المستوى ما قبل الرابع اللي هو الثالث إذا كان الثالث وهكذا. فالطالب لا بد أن يدخل على الخطة الدراسية، يطلع عليها، يرى جميع المستويات، أنا في أي مستوى الآن، هذا المستوى ما هي الخطة الموجودة الآن وما هي المقررات التي يجب أن تكون في الخطة، يجب عليه أن يلتزم فيها ويسجل المقررات بناء على هذه الخطة. ناخذ على سبيل المثال ندخل على الخطة الدراسية، على سبيل المثال المستوى مثلا الخامس. المستوى الخامس الطالب لما يرى أنه والله هو في المستوى الخامس عنده تقريبا حوالي 6 مقررات، هذه ال6 مقررات لو أخذ منها في المستوى الرابع فقط مقرر يكون باقي له 5 مقررات، فهذه لابد أن يسجلها. فيسجل هذه المقررات، يبحث عن هذا المقرر ما هي الشعب المتاحة له. طيب على أي أساس أنا أختار الشعبة؟ بناء على الفرع، أشوف والله الفرع الخاص فيه، أنا فرع الدمام، فرع الرياض طلاب، فرع جدة طالبات، فأدخل على نفس الفرع وأشوف والله إيش الشعب الموجودة، وإيش الأوقات المتاحة. في بعض الشعب مليانة، مثلا في شعب أخرى متاحة، فاختار الشعبة وبالتالي يتم القبول بسلاسة. لكن بعض الطلبة أنه والله إذا هو في المستوى الخامس ويريد أن يسجل مقررات ويبحث عن مقررات ويقول والله ما تسجلت معي، نجد أن هذه المقررات في المستوى السابع أو في المستوى الثامن، هذه مقررات أعلى من مستواها الدراسي. النظام يسمح للطالب أن يسجل في المقرر الذي في نفس مستواه بالإضافة إلى مستوى أعلى واحد فقط. الطالب اللي أو الطالبة التي في المستوى الخامس تسجل مقررات المستوى الخامس بالإضافة إلى مقررات المستوى السابع. دائما أنصح الطلاب والطالبات يسجلون في المستوى الذي هم فيه، ما يأخذون مستويات أعلى أو المستوى الأعلى مثلا المواد في المستوى السادس. ليه؟ لأنه يكون هناك ممكن أن في لخبطة بعد المستوى الثاني، أو يعني بعد الترم الثاني أو الثالث من تسجيل المقررات، يكون هناك فيه بعض المواد اللي هو ملخبطة على الخطة الدراسية. قد ما أنت تلتزم بالخطة الدراسية، قد ما أنت تلتزم بالمستوى الثالث تأخذ جميع مواد وتنجح، مستوى الرابع تأخذ جميع مقررات وتنجح، مستوى الخامس جميع مقررات وتنجح، فأنت لا 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 تواجه، مستحيل أنك تواجه تعارضات، مستحيل أنك تواجه مشاكل في التسجيل، تكون أمورك ماشية بسلاسة، ما تحتاج أنك والله تتابع مع الكلية أنا عندي مشكلة في التسجيل، أنا عندي عدد ساعات قليلة، أنا باقي لي كذا مقرر، عندي تعارض في الاختبار، عندي جميع هذه تتلاشى بمجرد أنك تلتزم بمقررات الخطة الدراسية لكل مستوى أنت فيه. نأتي إلى نقطة مهمة جدا، الطالب كيف يعرف مستواه؟ عندك الخطة الدراسية، الخطة الدراسية السنة الأولى مشتركة لابد أنك تجتاز 26 ساعة. مجرد ما تجتاز 26 ساعة أنت كده دخلت على الكلية وعلى المستوى الثالث في كلية العلوم الإدارية والمالية. أنت الآن في السنة التحضيرية درست سنة كاملة، هذه السنة كاملة لازم تجتاز 26 ساعة دراسية، ثم بعد ذلك إذا اجتزتها أنت تعتبر أنك دخلت الجامعة في على طول على الكلية على المستوى الثالث. فبالتالي الطالب المستوى الثالث يكون مجتاز 26 ساعة. طيب المستوى الثالث في الغالب لجميع التخصصات سواء كان إدارة أعمال، سواء كان محاسبة، سواء كان تجارة إلكترونية، سواء كان مالية، جميع المقررات في المستوى الثالث وحدة مقررات ثابتة
المستوى الثالث يجب أنك أنت تلتزم فيها وتأخذها. بعض الطلبة يأخذ فقط مقررين أو ثلاثة من المستوى الثالث، يأخذ ثلاثة أو أربعة من المستوى الرابع. كذا أنت بداية اللخبطة، بدأت تلخبط على نفسك. لابد أنك تلتزم في المستوى الثالث في البداية كأساس، على أساس تنطلق بشكل صحيح. عندك مقررات المستوى الثالث التزم فيها وسجل فيها، لأن هي الأساس اللي بتنطلق له إلى المستوى الرابع وإلى المستوى الخامس وهكذا. طيب أنت أنجزت المستوى الثالث، عندك المستوى الثالث 17 ساعة، وأنت أصلا مخلص في التحضيري 26 ساعة. 26 ساعة إضافة إلى 17 ساعة، هذه 43 ساعة. الطالب المجتاز 43 ساعة يعتبر هو في المستوى الرابع. أقل من ذلك، أنت ما اجتزت ال 17 ساعة، تعتبر في المستوى الثالث. على سبيل المثال، طالب في المستوى الرابع، أنت اجتزت السنة التحضيرية بالإضافة إلى المستوى الثالث كامل، تعتبر 43 ساعة، بالإضافة اجتزت إلى الساعات الدراسية الخاصة بالمستوى الرابع اللي هي كذلك 17 ساعة. إذا أنت أنجزت 60 ساعة. إذا عندما تنجز 60 ساعة، النظام على طول يحسب لك أنك أنت في المستوى الخامس. ليش في المستوى الخامس؟ لأنك أنجزت ساعات المستوى الرابع اللي هي 17 ساعة، بالإضافة أنك أنجزت وانهيت 17 ساعة في المستوى الثالث، بالإضافة إلى السنة التحضيرية اللي هي 26 ساعة، فمجموعها 60 ساعة. إذا اجتزت 60 ساعة، كذا أنت في المستوى الخامس. بعض الطلبة يجتاز 58 ساعة، يقول لي والله أنا في المستوى الخامس وأبغى مقررات في السادس. لا يسمح للنظام. ليش؟ لأنه في مقررات سابقة في المستوى الثالث أو الرابع ما أخذها. أنت فقط مجتاز 57 ساعة أو 58 ساعة، ما اجتزت 60 ساعة. فإذا ما لم تجتاز 60 ساعة، إذا أنت باقي في المستوى الرابع. إذا اجتزت 60 ساعة، النظام أوتوميتد هو يحولك على المستوى الخامس، وبالتالي تستحق أنك تأخذ مقررات أو تسجل مقررات المستوى الخامس وكذلك السادس. لكن إذا لم تجتاز 60 ساعة، فبالتالي النظام يضعك أنك أنت في المستوى الرابع، وعليه أنه طالما أنت في المستوى الرابع يحق لك تسجل مقررات المستوى الرابع والخامس فما دون، ما يحق لك تسجل مقررات مستوى سادس. يجينا كثير من الشكاوي، أنا في المستوى الخامس وأبغى أسجل مواد في المستوى السادس والنظام ما يسمح لي. لما نجي نتأكد، نجد أن الطالب لم يجتاز 60 ساعة، فبالتالي النظام هو حاطه على المستوى الرابع. فبالتالي لما يكون هو مستوى الرابع، معناته فقط المقررات اللي يسمح له إلى المستوى الخامس، وبالتالي لا يسمح له أن يأخذ مقررات من المستوى السادس. فلا بد أنك أنت كطالب، قبل ما ترسل للكلية، قبل ما ترسل وترفع تذاكر عن طريق نظام دعم فيما يختص بالتسجيل، تأكد أنك ماشي على الخطة، تأكد. ولذلك دائما أنصح، السنة التحضيري الآن أنتم توكم داخلين، خصوصا السنة التحضيري توكم داخلين، فلا تلخبط على نفسك في موضوع أنك تختار مواد من مستويات مختلفة. حاول قد ما تستطيع أنك تختار المقررات اللي في نفس مستواك. الآن أنت في المستوى الثالث، سجل جميع المقررات في المستوى الثالث. خلصت فيها، نجحت فيها، دخلت على المستوى الرابع، سجل جميع المقررات في المستوى الرابع. طيب لا سمح الله أنت رسبت في مقرر، الترم اللي يليه ضيفه، لا تأجله، على طول الترم اللي يليه ضيف هذا المقرر اللي أنت رسبت فيه، سواء كان في الثالث سواء كان في الرابع، لا تأجله إلى مستويات أبعد، حتى لا تصادف عملية تعارضات في أوقات المحاضرات، حتى لا تصادف تعارضات في أوقات الاختبارات، وبالتالي الخسران الأكبر هو أنت. هتحصل مجموعة كبيرة من التعارضات، في النهاية أنت تستطيع أو تريد أنك تتخرج في أسرع وقت ممكن، ولا تستطيع أن تسجل هذه المقررات، لأن مقررات في مستويات سبقتك بكثير، أنت في المستوى السابع والثامن وتسجل مقررات في المستوى الرابع والخامس، لابد أن يكون لديك تعارضات، ولا تستطيع، وبالتالي تتأخر ترم عشان هذا الموضوع. فدائما أنا أنصح الطلبة اللي في المستوى الآن الخامس أو السادس أو السابع، قدر المستطاع
انهم يحافظون على الخطه الدراسيه ولا ينتظرون الى اخر مستوى اللي هو الثامن اللي هو التخرج، وتبدا عندهم مشاكل التعرضات كثير. الطلبه اللي في الثانويه المشتركه توهم مخلصين وداخلين على الكليه، انصحكم بشكل كبير ولا بد شيء الزامي انه انت تلتزم في الخطه الدراسيه بالمستوى الثالث، وتسجل جميع المقررات فيها حتى ما تتلخبط طول مسيرتك العلميه في الجامعه بالمقررات، يكون عندك تعرضات وبالتالي تصبح عندك مشاكل كثير وبالتالي تتاخر في التخرج. فدائما ادخل على الخطه، حاول قدر المستطاع انك تقراها تفهمها، تعرف المقررات، تعرف رموزها، تعرف كل مقرر في اي مستوى، تعرف ايش يعني تركيز، مقررات تركيز، متى بتبدا مقررات تركيز. مقررات تركيز دائما تبدا في المستوى السادس السابع الثامن، كل مستوى له ماده تركيز. عندك 3 مواد تركيز في البرنامج، تختار التركيز اللي ترغب فيه. طبعا هناك بعض الفروع لا يوجد فيها تراكيز، هناك بعض الفروع لا يوجد فيها تخصصات معينة، فلا بد انك تحرص انه انت على حسب الفرع تبعك، على حسب انك تختار التخصص والتركيز المناسب لك. على سبيل المثال عندنا الفروع الرئيسية الرياض، جدة، الدمام، هذه فيها جميع التخصصات، سواء كان تخصص المحاسبة، إدارة أعمال، تجارة إلكترونية، المالية، لا زال فقط إنه في الرياض حاليا، وفي الرياض طلاب فقط. فهذه الـ3 تخصصات موجودة في هذه الـ3 الفروع الرئيسية. طيب هل هو موجود مثلا الفروع الأخرى مثل الأحساء، مثل المدينة المنورة، مثل جازان؟ هذه كلها لا يوجد فيها لا تخصص محاسبة ولا تجارة إلكترونية، فقط يوجد فيها تخصص إدارة. فحتى نيجي لموضوع تغيير الفرع أو تغيير التخصص ونركز عليه في هذا الموضوع، فبالتالي حتى اختيارك للتركيز، أنت طالما اخترت تخصص من البداية وقبلت عليه فسير عليه. لما تأتي أو تجي إلى موضوع التركيز، حاول أنك كذلك التركيز يكون متوفر وموجود في الفرع اللي أنت فيه، لأن دائما تجينا تردنا طلبات أو استفسارات، أو أنه والله بصفة مشكلة أنه والله ما أنتم ما اخترتوني في التركيز الفلاني. ولما نيجي نحصل أنه نفس التركيز هذا مو متوفر في الفرع اللي هو موجود فيه، فلا بد أنك أنت تعي كذلك في موضوع مسألة تحديد التركيز، يجب أن يكون متوفر لدى الكلية أو لدى الفرع هذا. ما أستطيع أن والله أقبلك على تركيز وبعدين في النهاية ما أعطيك شعب لهذا المقرر، لأنه غير متوفر في أصل الفرع. فأنت احرص دائما على أنه التركيز يكون متواجد على نفس فرعك وتتفهم هذا الأمر. في النهاية الكلية واحنا كموظفين موجودين لخدمتكم، ما وجدنا احنا الا عشان نخدمكم. فثق تماما انه مستحيل، انه والله احنا بالعكس، يعني احنا مسهلين للطالب ومساعدين للطالب وندعم الطالب في كثير من الامور، لكن لا تصل الى مرحلة الاهمال ولا تصل الى مرحلة اللامبالاة في هذا الامر. ففي النهاية انت اللي بتدرس، انت اللي بتستفيد، انت اللي بتختبر، انت اللي بتسلم واجباتك، كلها هذه معتمدة عليك انت. فقد ما انت تنظم من امورك، قد ما انت تطلع على التقويم الاكاديمي وتطلع على متى الخدمات تفتح متى تغلق، متى اقدم، تنتظم فيها، تلتزم بهذه التواريخ، تلتزم بالخطة الدراسية، تلتزم بمقرراتك وتجتهد، ما تغيب، ما تغيب في الاختبارات، ما تغيب في المحاضرات، هذه كلها تساعدك انت وما تكون اصلا محتاجنا بشكل كبير، لان امورك كلها ماشيه في حسب النظام. واحنا فقط ممكن في اشياء بسيطه انت تحتاجها نوجهك فيها بشكل سلس وسهل. فدائما حاول انك انت تنظم نفسك بنفسك، لانه في النهايه انت اللي بتتعلم، وانت اللي بتستفيد، وانت اللي بتتخرج وبتاخذ الشهاده وبتستفيد منها. احنا مجرد انه احنا مسهلين للعملية التعليمية والعلمية عندك، لا يكون تسبب في تعقيد هالأمور كلها.
قديش احنا نحاول نضع أنظمة ونضع لوائح حتى نعمل على تنظيم العملية بشكل عام، لأنه احنا نخدم آلاف الطلبة، ما نخدم انت نخدمك انت فقط كطالب، بينما احنا نخدم آلاف الطلبة، وبالتالي لازم يكون هناك لائحة ويكون هناك نظام للجميع ويمشي عليه، وندرس جميع الطلبات اللي ترد أسبوعيا في كل خدمة تأتي بناء على التقويم الأكاديمي. عملية التسجيل جدا مهمة. الآن احنا بدأ التسجيل، حاول انك تختار الشعب الصحيحة للفرع الصحيح اللي انت فيه، للمقرات اللي في المستوى الدراسي الخاص فيك الصحيح، زي ما ذكرت كيف انت تعرف انت في اي مستوى، ادخل على الخطة وشوف الساعات المكتسبة بناء على كل خطة، الساعات النظامية اللي موجودة في الخطة، واحسب هل انت خلصتها ولا لا. زي ما ضربنا على سبيل المثال 60 ساعة، إذا خلصتها يعني المستوى الثالث والرابع، إذا معناته أنت إذا خلصت 60 ساعة أنت في المستوى الخامس، طالما أنت في المستوى الخامس يعني تستحق أنك تسجل مقررات المستوى الخامس بالإضافة إلى السادس، مستوى إضافي أعلى فقط واحد، ويحق لك كذلك تسجل مقررات من المستوى الرابع أو الثالث اللي هي أقل منها. لكن دائما أنا أنصح أنه حاول تحافظ على المستوى الدراسي وتسجل جميع المقررات اللي فيه، لا تأجل مقررات إلى ما بعد ذلك. فأجيب لكم على سبيل المثال حالة من الحالات، هذه حالة فقط، طالب يكون والله خريج باقي له فقط مثلا 7 مواد أو 6 مواد ويتخرج، نيجي فقط ما قدر يسجل إلا مقرر واحد، لكن تتخيل مقرر واحد من السبعة هو اللي قدر يسجلها، باقي المقررات جميعها تتعارض، يا إما اختبارات نصفية يا اختبارات نهائية تتعارض مع المحاضرة، والسبب انه ماخذ مقرر من المستوى الثالث، باقي له مقرر من المستوى الرابع، وباقي له مقرر من المستوى الخامس، وباقي له مقرر من المستوى السادس، وباقي له مقرر من المستوى السابع. هل هذا يعقل؟ ويطالب يقول والله انا ابغى اتخرج ويلا سجلوا، مستحيل مستحيل. انت لخبطت على نفسك وخليت مقررات من كل مستوى باقيت لك ما اخذتها، يعني انت خريج لك 3 سنوات في مقررات من المستوى الثالث والرابع ما أخذتها، ليش؟ معناته أنت ملخبط على نفسك كثير في الخطة. فهذا السبب هذا الطالب اضطر أنه يجلس ترم إضافي كامل آخر عشان المشكلة هذه اللي هو لخبطة. فلا تدخل في نفسك أو تدخل في هذه المتاهة، أو تدخل بنفسك في هذه المتاهة بسبب أنه والله تأخير في بعض المقررات. دائما المقرر لا سمح الله لو رسبت فيه انت في المستوى الثالث وسبت في مقرر المستوى الثالث، لما تنتقل للرابع خذه المستوى الفصل الدراسي الذي يليه، خذ هذا المقرر وادرسه، لا تأجله وتقول والله خليه بعدين، لأن التأجيل هذا مو في صالحك، هيسبب لك مشاكل كثيرة في عملية تعارضات بشكل كبير، سواء كان في اختبارات نصفية في نهائية ما تقدر تسجل أصلا، النظام ما يسمح لك في تعارض في المحاضرات، فبالتالي انت هتدخل في موضوع يعني معقد كبير، والسبب انه والله انت دخلت في مساله انه والله اجل هذه الماده الى الترم اللي بعده، وبعدها دخلت على المستوى الذي يليه ودرست مقررات، ودخلت على الفصل الدراسي اللي بعده واجلت مقرر من المستوى الرابع واجلت مقرر من المستوى الخامس، الى ان دخلت في نفق مظلم، كثير من التعرضات ما تقدر انت يعني صلحت ماده هتجي للمقرر الاخر وماده ثانيه برضو فيها مشاكل، فلازم تضطر انك الى ترمين تأجل او تأجل التخرج بسبب هالمشاكل عشان مادة ومادتين. فدائما احرص، دائما احنا نقول نوجه الطلبة احرص انك تلتزم بعملية الخطة الدراسية في تسجيل المقررات. بالنسبة للحذف، طالما انت مسجل مقرر وباقي ما بدأت الدراسة تقدر تحذف المقرر، هناك في حذف للمقرر مع أحقية استرداد الرسوم، وهذه في الغالب تكون في أول أسبوع من الدراسة إلى الأسبوع الثاني، يعتمد على الإعلان وعلى التقويم الأكاديمي المتاح، على أساس كذا دائما نقول ارجعوا للتقويم الأكاديمي وتابعوا موضوع حذف المقررات، هناك حذف مقررات مع عدم أحقية استرداد الرسوم، وهذه قد تكون في ما بعد الأسبوع الثالث، إذا بعد الأسبوع الثالث أو الرابع الطالب قال أنا أبغى أحذف المقرر، يحق للنظام أن يحذف المقرر، لكن لا يحق له أن يسترد
استرد الرسوم. دائما استرداد الرسوم تكون في بداية السمستر في ويك 1 بحد أقصى إلى نص الأسبوع الثاني يستطيع أن يسترد الرسوم. وهذه تختلف تواريخ بناء على التقويم الأكاديمي. لذلك دائما نقول ارجعوا للتقويم الأكاديمي وشوفوا والله حذف المقرر هذا متى يكون مع أحقية استرداد الرسوم، ومتى مع عدم أحقية استرداد الرسوم. هذه تفرق دائما في الغالب. عدم استرداد الرسوم اللي هو إذا تجاوز الأسبوع الثالث بشكل عام إلى الأسبوع الخامس على سبيل المثال، يكون عنده عدم استرداد الرسوم، عدم أحقية استرداد الرسوم، لكنه يستطيع أن يحذف المقرر. في الأسبوع الأول قبل ما تبدأ الدراسة مثل الآن يستطيع أن يحذف المقرر ويغيره بمقرر آخر مع أحقية استرداد الرسوم. دائما أنبه على مسألة موضوع التسجيل. التسجيل المشاكل فيه بالغالب إذا كانت هناك مشكلة عامة إحنا دائما نتدخل بشكل سريع ونحاول نحلها بشكل عاجل. فيما ذلك جميع الاستفسارات اللي تأتي لنا مثل ما ذكرت لكم عملية تأتي إنه الطالب غير مدرك في الخطة الدراسية، الطالب غير مدرك في عملية وين تحديد مستواه بالضبط، كم ساعة مخلص مو عارف. كثير من الطلبة يقولوا أنا مخلص 78 ساعة المستوى مخلص الخامس وأنا في السادس، نجد أنه مخلص فقط 73 ساعة. فلا بد أنك أنت فعليا تشوف كم المواد اللي درستها وكم الساعات الموجودة حسب بناء الخطة، وتشوف أنت في أي مكان في أي مستوى بناء عليه تحدد المقررات. لازم عملية تنظيم من نفسك، لأنه أنت أدرى بنفسك في عملية إيش المقررات اللي درستها، إيش المقررات اللي اجتزتها، أنت أدرى. فقد ما أنت تكون مدرك بهذه الأمور، مدرك بالخطة الدراسية، ومدرك بأهميتها، ومدرك بأنه تلتزم فيها، ومدرك بأنه كل ترم قديش أنت تحتاج ساعات مكتسبة وأنت في أي مستوى، قد ما أنت تسهل على نفسك عملية التسجيل. التسجيل الصيفي بالعادة ما يعرقل، لأنه دائما في الصيف فقط هو في الغالب مقررات التدريب. مقررات التدريب اللي هو من اجتاز 90 ساعة، اللي اجتاز 90 ساعة فما أعلى يستطيع أن يسجل مقررات التدريب، يعني من المستوى السادس فما فوق، السادس السابع الثامن. هذه ما تعيق، لأنه هو فقط مقرر التدريب اللي بالعادة يطرح في فصل الصيف عندنا في الكلية إلى الآن. هذه ما تعيق، ولا لأنه مقرر التدريب هو في آخر فصل، فإذا أنت لما تأخذه ما يعيقك أبدا، لأن مقررات المستوى السادس أنت بتأخذها في الترم الثاني مثلا أو الترم الأول، ومقررات المستوى السابع بتأخذها في الترم، إذا أخذت السادس في الأول مقررات المستوى السابع هتاخذها في الترم الثاني، وبالتالي عندك التدريب اللي حيكون في الفصل الصيف فما فيه، ويكون المستوى الثامن في الفصل الذي يليه، في الفصل الأول من السنة التي تليها السنة الأكاديمية، فما فيه تغيير في موضوع الخطة الدراسية. أعذار الغياب عن المحاضرات والاختبارات. أعذار الغياب، هناك لائحة، دائما اللائحة موجودة في كذلك في موقع الجامعة، يجب أن تطلعوا عليها. وإحنا دائما نرسل دائما اللائحة الخاصة بأعذار الغياب في بداية كل فصل دراسي لجميع الطلبة. جميع الطلبة عندهم خلفية، خصوصا في المستوى الرابع فما فوق عندهم اللائحة موجودة. دائما إحنا بداية كل ترم نرسل اللائحة الخاصة بالأعذار. الأعذار هناك لائحة موجودة ونظام لا بد أن الطالب يلتزم فيها. يتم تقديم الأعذار للاختبارات الفصلية والنهائية أو حتى للمحاضرات عبر عن طريق الأيقونة المخصصة، أو عن طريق الإيميل الخاص بكل قسم فيما يختص بالمحاضرات. على سبيل المثال أنت غبت في الأسبوع الثالث في اليوم الأحد مثلا للمحاضرة إكس، عندك كان لا سمح الله مرضت أو كذا، وكان عندك يوم، وهذا اليوم في نفس اليوم كان عندك يعني تنويم في المستشفى، أو أنك ما استطعت أنك تحضر محاضرة. لابد أنك تلتزم بنظام ضوابط اللي هي العذر الطبي. وش هي ضوابط العذر الطبي؟ أنه لابد أن يكون إجازة مرضية تقبل عن طريق مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة فقط.
الإجازات المرضية أنه لابد أنه هذا يكون عن طريق اللي هو إجازة مرضية وليس تقرير طبي، إنما إجازة مرضية ما هو بتقرير طبي، تمام؟ يكتب إجازة مرضية يكون موقع من المشرف أو من الطبيب المشرف على الحالة ومصدق من المستشفى بالختم الرسمي يكون معتمد. لا يقبل أبدا العذر من مستوصف أو مركز طبي سواء كان حكومي أو أهلي، ما عدا المستوصفات اللي الآن اللي هي الحكومية قد إلى الآن ممكن يكون في التنظيم الجديد اللائحة أنها تقبل، لكن الأهلية سواء كانت مستوصفات أو مركز طبي لا يقبل أبدا. هذه لازم تركزون عليها. وش اللي يقبل؟ تقبل الإجازة المرضية الصادرة من المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة وتكون موثقة ومصدقة بشكل رسمي. في حال الوفاة مثلا لا سمح الله في أحد الأقارب، يقبل العذر في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى. منهم الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى اللي هم أفراد العائلة، الوالدين، الأبناء، الزوجة، أحد الإخوة وأحد الأخوات فقط. والدين، أبناء، زوجة، أحد الإخوة، أحد الأخوات، دائما نركز على الموضوع. هذه في حالة الوفاة لا قدر الله يقبل العذر في الأقارب من الدرجة الأولى فقط. يمنح الطالب إجازة بحد أقصى 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويجب على الطالب إحضار ما يثبت واقعة الوفاة مثل شهادة الوفاة أو تصريح الدفن، ولا يقبل غير ذلك. فلا بد أنه هذه الآلية موجودة كامل بتفاصيلها تطلعون عليها. أنا أشرت فقط إلى الأشياء الضرورية فيما يختص بأعذار الغياب عن المحاضرات والاختبارات. طبعا إذا إنك والله غايب، هذا نتكلم عن المحاضرات، ترسل على القسم المختص تقول والله أنا غايب في المحاضر، ولازم يكون في نفس اليوم، ما تجيب لي اللي هو حالة طبية أو تقرير طبي مو مكتوب إجازة مرضية وتجيب لي في اليوم اللي قبل أو اليوم اللي بعد. لابد أن يكون الإجازة المرضية أنه إجازة يمنح إجازة لمدة يوم أو يومين كذا ابتداء من كذا من تاريخ كذا إلى كذا، وهو يكون موجود أو التاريخ هذا في نفس يوم المحاضرة. دائما نصادف طلبة كثير يعترضون على أنه ليش رفضتونا العذر هذا، لأنه العذر غير مطابق لنفس اليوم اللي هو غاب فيه. فلا بد أنك أنت غبت في هذا اليوم تجيب أنه الإجازة المرضية في هذا اليوم في هذا التاريخ، هذه لازم برضو تركزون عليها. ما تجيب لي التاريخ في يوم قبل أو يوم بعد، لابد أن يكون في نفس يوم الغياب. فيما يختص بالأعذار الخاص باختبارات النصفية والنهائية، لازم نتقدم الأعذار عبر الأيقونة. هناك أيقونة مخصصة زي ما قلنا على موقع الجامعة بوابة طلابية، وخلال فترة محددة يقول لك والله تبدأ الأيقونة تفتح في تاريخ كذا وتنتهي في تاريخ كذا، لازم تلتزم فيها. أي طلب بعد هذا التاريخ لن يقبل. فلابد أنك تضع في بالك أنه لابد أنه هناك فترة محددة وتلتزم فيها، لن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ. ليش؟ لأنه عملية تنظيمية أكثر، هذه لمصلحة جميع الطلبة، لأن بعدها تدرس ونشوف مين اللي يقبل منها ومين اللي يرفض، وهل هي مطابقة للشروط أو ما هي مطابقة للشروط، ثم تدخل على مجلس الكلية ثم مجلس الكلية يدرسها، يعني إجراءات إلى أن يتم تنفيذها للطالب وفي الموقع إنه والله تم القبول وتم الرفض. فهذه الإجراءات مستحيل إحنا نتخذها وجالسين كمان نقبل أعذار عن طريق الإيميل أو عن طريق الإيميل الشخصي للوكيل أو الوكيلة أو إلى آخره. طالما هناك أيقونة فتحت للطالب للطالبة إنهم يتقدمون عليها، فهذه فرصة لك إنك أنت تسجل أو تقدم الطلب على الخدمات الطلابية عن طريق البوابة الطلابية عن طريق موقع الجامعة في الفترة هذه كلها لمصلحة الطالب وعملية تنظيمية. بعد هذا التاريخ لن يقبل أي طلب في كل الخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية، لن يقبل أي طلب عن طريق الإيميل، لأنه هناك خدمة وأيقونة مخصصة
موقع الجامعة وفتحت للطالب وحددت بتاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء لا بد أن الطالب يلتزم فيه. فهذه احنا دائما نشدد عليها على أساس الكل يكون عنده فكرة واضحة عن هذا الأمر. زي ما قلنا أنه الإعلان يتم في أوقات تحت الأيقونة عبر القواعد من قبل عمادة القبول وشؤون الطلاب، وزميلي الدكتور يوسف إن شاء الله بيشرح لكم عن طريق بعض الخدمات والآلية اللي فيها. في حال وجود مشكلة لدى الطالب في تقديم العذر عن طريق البوابة، يجب تقديم طلب لحل المشكلة إلى عمادة تقنية المعلومات عبر نظام دعم، زي ما قلنا عبر نظام دعم، أو إذا إنه المشكلة في هذه الحالة إنه تقديم العذر عبر البريد الإلكتروني مع ضرورة إرفاق ما يثبت التواصل مع العمادة. إذا أنت عندك مشكلة قدمت عن طريق نظام دعم مشكلة تقنية، ممكن انك ترفع العذر عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالكليه، لابد انك بس فقط ترفق ما يثبت انه فعلا عندك مشكله في الحساب، مشكله في نظام الدخول، او في مشكله في وهذه في الغالب ما تتجاوز 2-3% من الاعداد، يعني يكون عنده مشكله الطالب ما تتجاوز 2-3%. 97% يستطيعون الدخول على الايقونه وتقديم الطلب. فلا بد انك انت تلتزم في فتح الايقونه وفي تاريخ فتح الايقونه واغلاقها بشكل كبير. نجي على موضوع اللي هو الخطه الدراسيه، وتكلمنا عن الخطه الدراسيه لانها مربوطه في موضوع تسجيل المقررات. ناتي الى الفرق ما بين تاجيل الدراسه والاعتذار عن الدراسه. تأجيل الدراسة في النظام كذلك موجود في لائحة الدراسة الاختبارات الخاصة بالجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل في موقع الجامعة، إنه يجوز للطالب التقديم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة اللي هي الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو 3 فصول دراسية غير متتالية. يعني أنت تستطيع أنك تأجل لكن ما تأجل أكثر من سنة، يعني أكثر من ترمين ورا بعض، ولا تقدر تستطيع أنك تأجل 3 فصول أو 3 أترام متقطعة على مستوى الدراسة كاملة، على مستوى الـ3 والـ4 سنوات اللي أنت دارسها في الجامعة، مو أكثر من 3 وله فصلين ورا بعض متتالية، هذه كحد أقصى. متى طيلة بقائك في الجامعة؟ طالما أنت تدرس في الجامعة هذه الحد أقصى، ما تقدر تأجل أكثر من فصلين ورا بعض، ولا تقدر إنك تأجل 3 فصول غير متتالية، حد أقصى طيلة بقائك في الجامعة. طيب لو حصل يطوى قيدك، طالما يطوى قيدك معناته أنت خلاص مطوى قيدك، ما تستطيع إنك تسجل، ويعني لازم تبدأ من جديد تقدم طلب في هذا الشأن. طيب تأجيل الدراسة، تأجيل الدراسة هذا جدا مهم للي يبغى فعلا ما يبغى يدرس هذا الفصل، عنده ظروف عائلية، عنده ظروف مرضية، تأجل قبل ما تبدأ الدراسة وبحد أقصى نهاية الأسبوع الأول من الدراسة تطلب التأجيل. مثل الآن لو تشيكون الآن على موقع الجامعة التقويم الأكاديمي بدأ تأجيل الدراسة للطلبة والسماح للطلب اللي يبغى يأجل دراسة، فتحت الأيقونة لهم الآن وبحد أقصى عنده إلى نهاية الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الأول من الدراسة. فبالتالي في العادة التأجيل يكون قبل بداية الدراسة إلى بحد أقصى بداية الأسبوع الأول من الدراسة، هذا اللي يسمح له بالتأجيل. طيب هذا التأجيل وش فائدته إنك تقدم في هذا الوقت قبل ما يبدأ الترم؟ إنه ما تحتسب مدة التأجيل هذا والفصل الدراسي هذا اللي أنت طالبه، ما يحتسب من ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، ما يحسب. بالتالي هذه فائدة كبيرة لك، إنك هذه الفترة وهذا السمستر ما يحسب لك من ضمن الخطة الدراسية اللي أنت سوف تدرسها اللي هي 4 سنوات كاملة أو 3 سنوات اللي هي في الكلية، ما يحتسب. فبالتالي هذه ميزة جدا مهمة تستفيد منها. لذلك دائما احرص إذا أنت متخذ قرار وتبغى والله ما استطيع اني ادرس في الفصل الدراسي القادم هذا، معناته
أول ما تفتح يقول الخدمات الطلابية على تأجيل الدراسة، أبدأ أتقدم بطلب تأجيل دراسة. ليش؟ حتى أستفيد من المدة، أن هذه الفترة التأجيل ما تحسب لي من ضمن فترة الدراسة الخاصة بمتطلبات التخرج أو في فترة الجامعة اللي أنا بدرس فيها. طيب والله ما قدرت أسوي تأجيل، بالتالي هناك في اعتذار عن الفصل الدراسي أو عن الدراسة للفصل الدراسي. هذا الاعتذار بعد ما أنت تبدأ الدراسة، سجل مقرراتك وتبدأ الدراسة في الأسبوع الثاني أو الثالث، قررت أنك تقول والله بعتذر عن الفصل، فهنا يعتبر اسمه اعتذار وليس تأجيل. طب هذا الاعتذار يحسب عليك في من المدة اللي هي اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، تكون محسوبة عليه إنه والله أخذ ترم لكن إنه اعتذر عن الدراسة، هذا محسوب من المدة الكاملة اللي هي 8 أترام و8 سنين دراسية اللي هي 4 سنوات كاملة، محسوبة عليك في مدة الدراسة. ليش؟ لأنه هذه بتأثر عليك في عملية التمديد بعدين، والله تبغى تضيف فصل دراسي أو أنت انقطعت إلى أجلت فصل أو فصلين، بالتالي في عملية المدة النهائية للتخرج يتم احتسابها، إنه والله كم أنت أنجزت من فصل دراسي وكم مسموح لك في إنك تدرس الفصل الدراسي بشكل كامل. فهذه الاعتذار عن الدراسة يحسب من ضمن المدة لإنهاء متطلبات التخرج، بينما التأجيل لا يحسب في المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج. طيب الاعتذار، في الغالب الاعتذار تكون الرسوم، لو اعتذرت في فترة خاصة مع حقية استرداد الرسوم زي ما قلنا للمقررات، إذا بتسحب أنت مقرر أو بتسحب أو تعتذر عن الدراسة، وفيه إن إذا اعتذرت عن الدراسة ما لك حقية في أنك تسترد الرسوم اللي دفعتها للمقررات. ليه؟ لأنك أنت عديت المدة اللي هي تقريبا ما اقدر اجزم فيها، لكن فوق ال6 اسابيع من بدايه الدراسه، وبالتالي لا يجوز لك انك او عدم او الى 8 اسابيع، ما يجوز لك انك بعد 8 اسابيع او تجاوزت 8 اسابيع، لا يجوز لك انك تسترد الرسوم اللي انت دفعتها على هذه المقررات اللي سجلتها في هذا الفصل. لكن ممكن انه يقبل اعتذارك او اعتذار الفصل بناء على العذر المقدم، لكن الرسوم لا تسترد في هذه الحالة. طيب بينما التأجيل لا، حتى لو أنت سجلت مقررات ترجع لك الرسوم، بالإضافة إلى أن المدة اللي أنت مأجل فيها هذه ما تحتسب من ضمن متطلبات التخرج. طيب متى هذه الميزة أنا أسويها أو تكون موجودة لدي؟ بداية الفصل أو قبل ما يبدأ الفصل الدراسي، في الأسبوعين اللي هي الأسبوع ما قبل بداية الدراسة بحد أقصى إلى منتصف الأسبوع الأول من الدراسة فقط. فهذه دائما تكون واضحة عندك في التقويم الأكاديمي وفي الإعلان الخاص بالجامعة، عندما تكون موجودة على موقع الجامعة ومنزلة لابد أنك أنت تطلع عليها وتكون حريص في هذه المدة، إنه هذه المدة هي فقط اللي يقبل فيها التأجيل. طيب نأتي على إعادة القيد للطلبة الذين مثلا والله أنت انقطعت عن الدراسة وما سجلت هذا المقرر، وما سجلت الفصل الدراسي هذه أي مقرر، الفصل الأول على سبيل المثال ما سجلت أي مقرر، بالتالي تعتبر أنت إذا ما سجلت أي مقرر منقطع عن الدراسة. إيش يعني منقطع عن الدراسة؟ يعني أنك يطوى قيدك، يعني تعتبر زي ما تستطيع أنك أنت تستخدم الخدمات الخاصة بالطالب اللي هو منتظم في الدراسة واللي موجود حاليا يدرس مقررات. طيب كيف أنا أعيد قيدي؟ أعيد قيدك بضوابط معينة، إنك كذلك تفتح أيقونة، هذه الأيقونة موجودة عبر الموقع لها تاريخ معين لفتح الأيقونة وانتهى في تاريخ معين، يجب إنك تلتزم في هذا التاريخ كذلك. كثير من الطلبة بعد ما تنتهي الأيقونة يرسل إيميل يقول والله أنا ما عرفت او ما نسيت، او انه والله عندي ظرف كان كذا وما قدرت. عندك مساحه كبيره، يعني الى 2 اسابيع كامله مفتوحه ليقول انك تقدم على اعاده القيد. وبالعاده احنا نعطي فرصه اكبر للطلب اللي يستطيع اعاده القيد. ليش؟ خصوصا قبل التسجيل ب2 اسابيع،
ما يجيني وقت التسجيل الآن يقول لي والله عيد قيدي. طيب احنا فاتحين الأيقونة قبل التسجيل بأسبوعين عشان نحصر الأعداد وندرسها، ويكون أحيانا في كثير من الطلبة لديهم مجلس كلية، وكذلك تعرض على مجلس كلية مجلس الجامعة، فهذه إجراءات طويلة. فكيف أنت تبغاني أعيد قيدك فورا وتبغى تسجل في نفس الأسبوع؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. لذلك أنت أخرت على نفسك كمان ترم إضافي بسبب تأخير كم يوم أو أسبوع أو أسبوعين، أخرت نفسك 4 شهور إضافية. لذلك دائما نوجه الطلبة أو نحرص أن يكون الطلبة، ودائما نوجههم بأنه لا تتهاون في عملية فتح وإغلاق الأيقونة، خصوصا للأمور الحساسة في عملية تغيير التخصص أو في رفع الأعذار الاختبارات النهائية والنصفية، خصوصا في موضوع عادة القيد، لأنه هذا يعتمد على أنه إذا تأخرت أنت بعد فتح أو بعد إغلاق الأيقونة ضيعت على نفسك ترم كامل تنتظر إلى أن تفتح الأيقونة الأخرى. ليش؟ لأنه ما تقدر أنت والله عيد قيدك وتسجل في نفس اللحظة أو في نفس اليوم أو في نفس الفترة حق التسجيل المقرر. يحتاج الموضوع وقت للدراسة والبت فيه وتنفيذه. فلازم أنت تضع في بالك أنه هم ما حطوا فتح أيقونة وتاريخ محدد بفتح الأيقونة وإغلاقها إلا أنه عندهم تنظيمات وعندهم دراسة لجميع الطلبة يدرسون الأعذار حقهم، وعندهم تنظيمات أخرى إلى أن يتم التنفيذ. وبالتالي هذه كلها مجدولة. احنا ليش فتحنا الأيقونة في إعادة القيد قبل بداية التسجيل بأسبوعين أو 3 أسابيع؟ عشان يكون في فترة ندرسها ونجمع جميع الطلبات وندرسها ونتخذ فيها قرار وننفذها، بحيث إنه لما ننفذها تكون على بداية التسجيل للطالب، يستطيع إنه الطالب يسجل ويعتبر زي كأنه منتظم خلاص إعادنا قيده، ويقدر يسجل بأريحية عن طريق النظام. فلما يجيني الطالب بعد ما يفتح التسجيل للطلب يقول والله أنا مطوي قيد، شلون؟ طيب كيف انا اسوي لك الاجراء هذه كلها وبعدين تقدر تستطيع انك تسجل؟ مستحيل. كذا انت ضيعت على نفسك فصل دراسي كامل بسبب تاخير اسبوع او 10 ايام او اسبوعين من انك ما التزمت بفتح الايقونه واغلاقها وقدمت في الفتره المحدده. كذلك فيه فقط في نقطة أرجع على موضوع التسجيل، تسجيل المقررات. تسجيل المقررات بالعادة إذا كان في الفصل الأول يكون هناك في تسجيل مبكر. التسجيل المبكر هذا في العادة يكون في فصل الصيف، بعدها حيقفل، يكون متاح لمدة أسبوع يقفل، بعدها حيكون في فترة تسجيل ثاني اللي هي مثل الآن حالية، قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع يتم فترة التسجيل الثاني للمقررات، وهذه على أساس تتاح أو تكون متاحة للطلبة بشكل كبير في عملية ما يكون هناك فيه يعني عملية تنظيمية أكثر في موضوع المقررات واختيارها واختيار الشعب بشكل كبير. بينما الفصل الثاني عملية تسجيل المقررات الفصل الثاني كما تعلم أن الفترة يعني جدا ضيقة، فما حيكون في الغالب يكون في هي فترة واحدة فقط للتسجيل، ما حيكون في فترتين، لكن في الفصل الأول في الغالب تكون فترتين، فترة مبكرة للتسجيل وفترة ثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول. ليش؟ لأنه هناك في مساحة في فصل الصيف فنستطيع أن نضع تسجيل مبكر كمرحلة أولى، ثم قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع يكون في تسجيل المرحلة الثانية للمقررات. موضوع تغيير الفرع، تغيير الفرع كذلك هناك خدمة وأيقونة كخدمة إلكترونية عن طريق البوابة محددة بفترة زمنية تقدم عليها إذا أنت عندك ظرف أو عمل أو عملك نقلك. على سبيل المثال إذا أنت يعني في مهمة مثلا معينة أو كذا بشكل رسمي، هذه كلها تدرس عن طريق عمادة القبول وشؤون الطلاب، وتشعر بقبول الطلب أو رفضه بناء على العذر اللي انت او العذر المقدم. طبعا دائما اختيار التغيير او اختيار التوقيت لفتح يكون التغيير الفرع في الغالب يكون اختيار يعني في منتصف الترم، لانه ما يصادف ما يكون يعني اتكلم على الفصل الذي يليه، فما يكون والله مصادف الى اختبار نصفي او اختبار نهائي. دائما الفترة تكون موجودة ومتاحة
في الغالب من أسبوع إلى 10 أيام، وتكون للفصل الذي يليه، ما هو في نفس الفصل اللي أنت اللي تدرس فيه. مستحيل أو في الغالب يكون صعب جدا أو مستحيل إنه أنت تطلب نقل وأنت في وسط السمستر، يعني في الأسبوع السادس أو في الأسبوع التاسع أو في الأسبوع العاشر، وإنما طلب تغيير فرع دائما يكون للفصل الدراسي الذي يليه، ويقدم الطلب في نفس الفصل اللي أنت تدرس فيه حاليا. على سبيل المثال، أنت بدأت الترم الأول ودخلنا على الأسبوع السادس وجاء فتح تغيير الفرع، وعندك فعلا على الفصل القادم بعد مثلا شهرين هتكون أنت مثلا منتقل من الرياض إلى الدمام، فتستطيع أنك تقدم ما يثبت الخطابات اللازمة الموثقة وترفعها على أنه والله أنا بعد شهرين حكون في الدمام، أباكم تقبلون عذر هذا وتغيرون الفرع. فدائما للفصل الذي يليه. تغيير التخصص، تغيير التخصص هناك آلية ونظام فيما يختص بتغيير تغيير التخصص. هناك في تغيير تخصص من داخل الكلية، وهناك التحويل من خارج الكلية. تبغى تحول أو تغير تخصص من كلية، تحول من كلية إلى كلية، من تخصص إلى تخصص، يعني من خارج الكلية. على سبيل المثال، من خارج الكلية مثلا أنت تخصص مثلا علوم حاسبات أو إدارة صحية، كلية العلوم الصحية أو كلية الحوسبة، وتبغى تنتقل إلينا إلى كلية العلوم الإدارية المالية، تخصص مثلا محاسبة، هذا يعتبر انتقال من كلية إلى كلية. كذلك يوجد لديها أيقونة، هذه الأيقونة مخصصة بتاريخ معين تفتح الأيقونة فيه وتنتهي وتغلق الأيقونة فيه، فلا بد من الالتزام بشكل كبير في هذا الجانب. فيتم استقبال طلبات تغيير التخصص عبر الأيقونة ومخصصة لها، أنها تكون متاحة في فترة محددة خلال الفصل الدراسي، وتعلن عنها من عمادة القبول وشؤون الطلاب في التقويم الأكاديمي عبر بوابة الجامعة من بداية الأسبوع التاسع وحتى نهاية الأسبوع الحادي عشر. فدائما تغيير التخصص يبدأ من الأسبوع التاسع بالعادة حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر أو الأسبوع الحادي عشر في الفصل الدراسي. طبعا يقدم أسبوع يأخر أسبوع، هذه دائما تعتمد على الإعلان في التقويم الأكاديمي، لكن بالعادة في هذا وفي الرينج الخاص بالأسبوع، من الأسبوع التاسع للأسبوع الحادي عشر. ترسل العمادة القبول، عمادة قبول شؤون الطلاب القائمة إلى أو تغيير التخصص بعد انتهاء فترة إتاحة الأيقونة خلال الأسبوع الثاني عشر إلى الكليات حتى يتم دراستها. طيب أنت تبغى تغيير تخصص للفصل الذي يلي، كذلك مو في نفس الفصل الحالي اللي أنت تدرس فيه، إنما في الفصل الذي يلي يتم دراسة الطلبات بناء على الأنظمة واللوائح زي ما قلنا. طيب إيش الأنظمة والشروط الخاصة بالتحويل الخارج الكلية؟ تبغى أنت في كلية وتبغى تنتقل إلى كلية العلوم الإدارية المالية، لابد أنك أنت كطالب أنك أمضيت أقل شيء فصل دراسي واحد على الأقل في كلية الحوسبة مثلا أو في الكلية الصحية بعد ما تنتهي من السنة التحضيرية، السنة الأولى مشتركة. يعني انت خلصت التحضيري ودخلت الكلية، لابد انك انت اقل شيء تدرس فصل دراسي كامل في الكلية اللي انت اوريدي انت مختارها من الاساس، والكلية اللي انت فيها اصلا. ولابد انه عدد الساعات اللي مسجلها ما تقل عن 12 ساعة وتكون مجتازها، هذا من اهم الشروط. كثير من الطلبات تجينا يكون الطلبة يعني زعلانين، ليش رفضتوا طلبنا وهو باقي في السنة التحضيري اصلا، ليش ما غيرت تخصصنا؟ في شروط وفي لوائح، هذه الشروط لها لابد انك انت تعيها وتقراها وتطبقها، فبالتالي ما حيكون عندك رفض اذا انت مطابق لهذه الشروط. من ضمن الشروط انه لازم انت تخلص، انت خلصت تحضيري سنه اولى مشتركه ودخلت الكليه الخاصه لك، بعد لازم اول شيء تدرس ترم واحد في هذه الكليه اللي انت اوريدي مختار التخصص فيها من البدايه، وتكون اقل شيء مسجل 12 ساعه ومجتازه. بعد ما تخلص الترم الاول تدخل على الترم الثاني تبدا تقدم طلب تغيير تخصص، تقول والله يا جماعه انا ابغى اغير تخصص الى الكليه الثانيه. نقطه مهمه انك ما تكون انت مأجل ترم او معتذر عن الدراسه، يعني خلصت سنه التحضيري وما دخلت
الكلية هذه ما درست فيها فصل دراسي، يعني أجلتها واعتذرت، فما يجوز لك إنك أنت تقدم على تغيير التخصص. لازم زي ما قلنا إنك تدرس فصل دراسي كامل وتكون منجز 12 ساعة على الأقل في هذا الفصل، كذلك ما يكون معدلك أقل من 1.5. عندنا في الكلية إذا الطالب يبغى ينتقل على سبيل المثال من كلية إلى كلية، إحنا ككليتنا ما يكون معدله أقل من 1.5 إذا يبغى يريد أن يدرس في كليتنا. نقطة مهمة، عملية لما أنت تختار التخصص لابد أنك تختار التخصص بناء على أن الفرع يكون موجود ومتاح فيه هذا التخصص، زي ما ناقشنا قبل قليل قلت أن الفروع الرئيسية الدمام الرياض وجدة هذه فيها التخصصات اللي هي التجارة الإلكترونية والمحاسبة والإدارة. طيب واحد في يبغى يغير تخصص بس أنه من فرع جازان ويبغى تخصص تجارة إلكترونية، لا يمكن أن نقبله. ليه؟ لأنه أصلا الفرع لا يوجد فيه تجارة إلكترونية، ما هنقبله إلا تخصص إدارة. لذلك كثير من الطلبة يقول والله طيب ليش رفضتوني على هذا، فلا بد أنك تعرف إيش الفروع المتاحة الخاصة بالتخصص اللي أنت تبغى تنتقل له. كذلك من داخل الكلية أنك لازم تتقدم عن طريق إذا أنت تبغى تغير تخصص داخل الكلية من قسم إلى قسم أو من تخصص إلى تخصص، لابد انك انت تطلب تغيير التخصص قبل ما يبدا الفصل الدراسي، يعني تقدم التخصص مثلا انت في الفصل الدراسي الاول تقدم طلب تغيير تخصص للفصل الدراسي الثاني الذي يليه، وتستوفي جميع الشروط الخاصة بالخاصة بالكلية، وكذلك ان تغيير التخصص فقط مرة واحدة طيلة دراستك في الجامعة، لا يمكن انك تغير من تخصص الى تخصص، لكن انه التخصص متاح فقط او مقبول لديك فقط مره واحده طيله دراستك في الجامعه. طيب ايش هي الشروط؟ انه لابد انك تكون مسجل 12 ساعه في المستوى الثالث بعد اكمال متطلبات الثانوي والمشترك، يعني لازم تخلص الترم الاول اللي هو الفصل المستوى الثالث، عشان نكون اقرب لكم في المفهوم، اللي هو المستوى الثالث لابد انك انت منجزه ومنتهي منه، واقل شيء 12 ساعه، حتى يتم يعني انه والله يتم الاطلاع على طلب. النقطة الثانية، لابد زي ما قلنا ان التخصص لابد ان يكون متوفر لمستوى الطالب في نفس فرع الطالب، اذا التخصص مو موجود في نفس فرعك فما نستطيع انك او اننا نقبلك عليه. بعد كذا يتم دراسته ويتم اشعار الطالب بشكل عام من قبل الكلية بعد معالجة الطلب وقبول أو رفض الطلب. هذا فيما يختص بعملية تغيير التخصص. هذه بشكل عام الأمور الأكاديمية الرئيسية اللي يعني حقيقة أحببت إنه أشارككم إياها وتكون مفيدة جدا لكم بإذن الله متى ما اطلعت عليها فيما يختص بالتقويم الأكاديمي وفيما يختص بالخطة الدراسية بشكل عام. لا بد الخطة الدراسية هذه تكون بدون مبالغة أنك يعني شبه حافظها، لأنها هي الأساس اللي أنت قاعد تبني عليه وتنطلق عليه كل فصل دراسي. فلا بد أنك تعرف كم عدد الساعات في المستوى الثالث، كم عدد الساعات في المستوى الرابع، في المستوى الخامس، إيش هي المقررات التي في المستوى الثالث، المستوى الرابع، المستوى الخامس، يعني لأنه هي اللي الأساس اللي أنت سوف تبني عليه في موضوع اختيارك المقررات. نجي للطلبة خصوصا اللي هم توم داخلين الكلية في السنة التحضيري، أنجزوا السنة الأولى المشتركة دخلوا الكلية، هناك بعض النقاط اللي ضروري ما يعني تضعها في عين الاعتبار. مسألة إنه كنت في السنة التحضيري والسنة الأولى المشتركة كانت المقررات تنزل لكم مباشرة، ما تضيفون أنتم ولا تحذفون، بينما الآن الوضع متغير. طلاب المستوى الثالث اللي هم توهم جايين من السنة الأولى المشترك وداخلين على الكلية، تسجيل المقررات بالكلية سوف يكون عن طريق الطالب وليس الكلية. ما يجيني الطالب يقول والله أنا أفكر إن المقررات هي تنزل لي من حالها، هذا الكلام غير صحيح، مختلف تماما. السنة التحضيرية مختلف تماما عن الكلية،
الكلية، طالما انت دخلت الكلية واجتزت السنة التحضيرية معناته انت مسؤول اللي انت تضيف مقراتك بنفسك، تختار المقرات بنفسك وتختار الوقت بنفسك وتختار الشعب بنفسك بناء على الخطة الدراسية اللي هي تدخل على المستوى الثالث وتشوف ايش المقرات وتسجلها. فلذلك تسجيل المقرات بالكلية من مسؤولية الطالب وليس من مسؤولية الكلية، أنت اللي تسجل كطالب. وقلنا أن فترة التسجيل تكون متاحة من تاريخ إلى تاريخ، تفتح في تاريخ معين وتنتهي في تاريخ معين. كذلك على الطالب اللي جاي من السنة التحضيرية أنه لابد أن يزور موقع الجامعة زي ما ذكرنا ومراجعة الخطة الدراسية، وعلى حسب التخصص المقبول فيه يتم تسجيل المقرات وتكون بناء على خطة الطالب الدراسية بالمستوى الثالث. في حال إذا كان هناك مشاكل تقنية تواجه الطالب في الدخول على حسابه في الجامعة أو كذا، فعليه سرعة التواصل مع عمادة تقنية المعلومات لمعالجة الطلب، ويكون في الغالب قد ما تستطيع أن يعني تتابع معهم على أساس تستطيع أنك تسجل المقرات في فترة التسجيل. في حال عدم قدرة الطالب على الدخول لحسابه الجامعي لأي سبب آخر، يرجى أنه بشكل عاجل يتواصل مع عمادة القبول وشؤون الطلاب في هذا الشأن حتى يحلوا له المشكلة، يستطيع كذلك أن يلحق على فترة التسجيل ويسجل المقرات الخاصة به. احرص دائما على موضوع انك تسجل مقرات اللي في نفس مستواك حتى لو كان فيه يعني هناك تباعد في الوقت في الغالب، لانه ممكن انك انت تتعب شويه في الترم الاول لكن ما حتتعب بعدين الترم الذي يليه والذي يليه والذي يليه. يعني في بعض الطلبه يقول والله انا ابغاها ورا بعض المحاضرات ورا بعض، فهذا جدا صعب اني انا والله افصل لكل طالب والله جدول معين او شعب معين. بالتالي اذا كان هناك المحاضرات حتى ان كانت متباعده لكن هذا في مصلحتك انك انت تسجل فيها عشان ما تغير على الخطه الدراسيه وتلخبط خطتك الدراسيه، بالتالي في النهايه تتاذى بشكل كبير. متى؟ ما هو الان حتتاذى، حتتاذى بعد سنه بعد سنتين لما تكون قريب التخرج انه تحصل كثير من المقررات ملخبطة عليك، وبالتالي لأنك ما التزمت بالخطة الدراسية. هذا يعني بشكل عام كل ما لدي في موضوع الأمور الأكاديمية. ممكن إذا نأخذ بعض الأسئلة اللي أرسلتوها. دائما الآن إحنا نتكلم نقول ارجعوا للتقويم الأكاديمي وتابعوا متى يكون الخدمات الخاصة مثلا بتغيير الفرع يعني أو تغيير التخصص كذلك. فتجيني طلبات يقول متى تغيير، طب متى تفتح الأيقونة؟ دائما أقول لكم ارجعوا للتقويم الأكاديمي. يعني في الغالب التقويم الأكاديمي هو الفاصل بيني وبينك أنت. أنا أحيانا أرجع للتقويم الأكاديمي وأشوف ما الله متى تفتح الأيقونة، فهذه دائما باستمرار لازم تتابع موقع الجامعة وتتابع التقويم الأكاديمي وتشوف والله الأخبار متى موقع الجامعة نزل خبر اللي هو الخدمة الفلانية، سواء كان تغيير التخصص سواء كان في التقويم الأكاديمي موجود بشكل عام وأساسي ثابت. أحيانا يكون في تحديث على التاريخ وهذا يأتي عن طريق موقع الجامعة في تويتر أو عن طريق نفس موقع الجامعة، تدخل على الويب سايت وتطلع عليه عن طريق الإعلانات والأخبار وتكون موجودة في موقع الجامعة. لكن التقويم الأكاديمي هو ثابت لكل الخدمات المقدمة للطالب من بداية الترم إلى نهايته موجود، تابعه وتابع أصلا التواريخ متى تفتح يقول ومتى تقفل، احفظها عندك، سوي لها نوت مثلا أو صورها أو احفظها كبي دي اف عندك ودائما افتحها بشكل مستمر. طيب لو حصل فيه تعديلات او تحديثات في التواريخ هذه يعني تكون موجوده عن طريق تويتر او عن طريق موقع الجامعه الويب سايت تدخل عليه.
لذلك دائما أنا أنصح بالاستمرارية في عملية التشييك دائما على موقع الجامعة ومتابعة الخطة الدراسية. هل تغيير التخصص شروط داخل كلية أسهل من تغيير إلى كلية أخرى؟ في الغالب ما في أسهل وأصعب، هو في النهاية هناك شروط. متى ما تحققت الشروط يتم قبول الطالب. زي ما قلنا احنا من خارج الكلية في إضافة أو شروط إضافية، يعني لازم يكون معدلك ما يقل عن 1.5، لازم انك انت تنجز ترم كامل في الكلية اللي انت درست فيها، وبالتالي قد يضيع عليك او ان ما تعادل لك بعض المقرات، يعني مقرين او 3 مقرات ما تعادل لك، خصوصا اذا اخذت او انك مجبر انك تاخذ مقرات في مختلفة في الكلية هذه، يعني ممكن يعني يضيع عليك كم مادة لكنه ما هو الفصل كامل، لانه اذا اخذت مقرات عامة مثلا ثقافة إسلامية أو كذا اللي هي مشتركة بشكل عام لكل الكليات، هذه حتحسب لك يعني في كل الأحوال. لكن إذا إنه والله أقل 12، أقل شيء 12 ساعة، فبالتالي أنت مضطر تأخذ لك على الأقل من 3 إلى 4 مقرات دراسية في هذه الكلية، وبالتالي لما تنتقل للكلية الأخرى لن تحسب لك يعني. فقط داخل الكلية زي ما قلنا مرة واحدة لك مسموح تحقق شرط 12 ساعة انك مسجل الترم الأول في التخصص اللي انت موجود عليه، وبعد ما تجتازه وتنجح في 12 ساعة هذه تقدر تقدم على التخصص وتغيير التخصص بشكل عام. لأنه ليش نقول مو نقول أسهل قد ما انه لما تغير من تخصص داخل الكلية في الغالب انت المقرات اللي دارسها تكون مشتركة ومقرات متطلبات كلية، فما حتضيع عليك من المدة يعني، لأنها محسوبة في النهاية حتكون محسوبة لك. لكن لو انتقلت من كلية لكلية في مقرات مختلفة تماما على الكلية اللي انت دارس فيها، ومقرات مختلفة تماما على الكلية اللي انت منتقل لها، فهذه في الغالب ما حتحسب لك كمقرات انك دارسها، هنا اللي حيكون ممكن فيها الصعوبة. الله يحفظك يا حبيب. التسجيل احنا نقول التسجيل هذا الفصل الآن متاح، اليوم متاح إن شاء الله إلى أتوقع إلى الأسبوع القادم يوم الأحد، فعندك أسبوع كامل فترة التسجيل، فلا بد أن جميع الطلبة اللي أنجزوا 26 ساعة، أنجزوا السنة الأولى المشتركة، يجب عليهم تسجيل المقرات الآن في الأسبوع هذا. التسجيل فتح من الآن إلى عندكم متاح إلى الأحد القادم بحول الله. عفوا للتصحيح دكتور، بكرة غدا سيفتح التسجيل، كان المفترض يفتح أفتح اليوم غدا؟ لكن تعدل، نعم يوم الاثنين من بكرة إن شاء الله بيفتح التسجيل، وموجود في تقويم الأكاديمي اللي راح أوريكم ممتاز إياه بعد شوي. نعم ممتاز رائع. في استفسار يقول كم عدد الساعات بحدها الأدنى وعدد الساعات بحدها الأقصى؟ عدد الساعات بحدها الأدنى 12 ساعة دراسية، لا بد أن الطالب في الفصل الدراسي ما يقل ساعاته الدراسية عن 12 ساعة، ولا يسمح له أن يجتاز 18 ساعة. الحد الأقصى للساعات الدراسية في الفصل الدراسي هي 18 ساعة دراسية، ما عدا اللي هو يعتبر آخر فصل دراسي له اللي هو الخريج، ممكن إنه يسمح له بإضافة 3 ساعات إضافية حتى يتخرج ويوصل إلى 21 ساعة. طبعا هذه عن طريق اللي هو الكلية، إذا إنه خريج خلاص آخر فصل دراسي له يضاف له 3 ساعات إضافية، هذا حسب النظام. المقرات مثل ما تفضل سعادة الدكتور يوسف، بإذن الله تسجيل المقرات حتفتح الخدمة لجميع الطلبة غدا بإذن الله تعالى. مهم جدا للطلبة اللي في المستوى السادس السابع الثامن، مسألة اختيار التركيز،
اختيار التركيز جدا مهم، طالما انت اخترت التركيز ودرست مقرر واحد على الاقل يجب ان تكمل هذا التركيز، لا يمكن ان تستطيع تغيير هذا التركيز طالما انت درست مقرر واحد في هذا التركيز. على سبيل المثال انت تخصصك اداره وطلبت تركيز تجاره الكترونيه في المستوى الخامس، طلبت تركيز تجاره الكترونيه او تم اختيار التركيز لك تجاره الكترونيه، ودرست واخذت مقرر في التجاره الالكترونيه بناء على التركيز، لان التركيز يوجد لديك 3 مقررات في هذا التركيز اللي هو تركيز تجاره الكترونيه، وانت تخصصك اصلا اداره مانجمنت، درست في المستوى السادس هذا المقرر، مقرر اللي هو الموجود على حسب الخطه التركيز اللي هو المقرر الفلاني ايكم فور اكزامبل 301، لا يمكن انك تطلب بعد ذلك وتقول والله بغير تركيزي الى محاسب او الى اداره. ليش؟ لانك اوريدي انت دخلت في موضوع التركيز واخذت درست مقرر، الا انك تكمل المقررين التالي الخاص بنفس التركيز ويكون تركيزك اوريدي تجاره الكترونيه. يحق لك تغير التركيز اذا لم تدرس اي مقرر من الـ3 مقررات هذه الخاصه بالتدريس، يعني انت اخترت تركيز تجارة إلكترونية لكن لم تدرس أو تجتاز أي مقرر من هذه الـ3 مقررات بعد ما درستها. فممكن لما أنت تطلب تقول والله بغير تركيز أو عدلت عن تركيز التجارة وأبغى تركيز إدارة، يسمح لك مرة واحدة فقط أنك تغير التركيز في مسيرتك الدراسية كاملة، ويتغير لك التركيز طالما أنك ما درست أي مقرر أو أي مقرر من مقررات تركيز التجارة الإلكترونية. لكن مجرد أنك درست أي مقرر من التركيز من الـ3 أي مقرر فيها، لابد أنك تكمل هذا التركيز ولا يجوز لك أنك تغير هذا التركيز. ليش؟ لأنه لن تتخرج إلا أن تكمل الـ3 المقررات من تركيز واحد. بمعنى أنه أنت اخترت تركيز مقررات تركيز إدارة، مقررات تركيز إدارة 3 مقررات، لابد أنك تكمل جميع الـ3 مقررات هذه خاصة بتركيز الإدارة حتى تتخرج. إذا أخذت مقررين من تركيز ومقرر من تركيز آخر فلن تتخرج، هذه لازم تكون واضحة عندكم خصوصا للطلاب اللي مستوى 6، 7، 8، لابد أنك أنت تدرس التركيز الواحد، تدرس مقررات التركيز الواحد، بمعنى أنه عندك مقررات لتركيز الإدارة تدرسها 3 كاملة للتركيز هذا، عندك مقررات تركيز تجارة إلكترونية تدرس 3 مقررات خاصة بالتجارة الإلكترونية، ما تشكل لي تأخذ مقررين تركيز من تجارة إلكترونية وتأخذ مقرر تركيز من محاسبة ومقرر تركيز من إدارة تقول والله أنا خلصت مقررات تركيز، لن تتخرج. لابد أنك تنجز مقررات تركيز الخاصة بالتركيز الواحد، يعني عندك مقررات تركيز إدارة خلاص تلتزم فيها، تأخذ مقررات تركيز الإدارة فقط تجتازها، لازم 3 مقررات دي تجتازها. انت اخترت تركيز تجارة إلكترونية لازم تجتاز مقررات تركيز التجارة الإلكترونية 3 حتى تتخرج، وهكذا. فما يجوز انك انت تشكل ما بين مقررات التركيز وتركيز اخر. التركيز فقط، يعني انت مثلا تخصصك إدارة، فبديهيا انك يعني من المنطق يكون مثلا تقول والله خلاص تركيزي انا اذا تخصص اداره باخذ تركيز اداره، او مثلا تخصصي محاسبه بيكون تركيزي محاسبه. في بعض الطلبه يقول لا انا ابغى مقررات تركيز مختلفه، ويكون مثلا انا والله تخصصي محاسبه وابغى مهتم في تركيز واخذ 3 مقررات من مثلا الاداره بشكل عام، ما أبغى مقررات تركيز محاسبة، أو أبغى أخذ مقررات تركيز 3 مقررات إضافية خاصة بالتركيز خاص بالتجارة الإلكترونية. هذه على حسب رغبة الطالب، لكن بالعادة الكلية تضع أنه اللي تخصصه مثلا محاسبة يكون تركيزه في النهاية محاسبة، اللي تخصصه إدارة تركيزه في النهاية إدارة، إلا إذا الطالب يعني رغب أنه يغير هذا التركيز إلى تركيز آخر من مثلا إدارة إلى محاسبة إلى تجارة، فهذا رغبة من الطالب. لكن بالعادة أنه إذا تخصصك أنت إدارة يكون تركيزك إدارة، أو تخصصك محاسبة يكون تركيزك محاسبة.
بالعادة احنا نضعها في الكلية الآن، قد يكون في المستقبل في أيقونة خاصة بتحديد التركيز، لكن احنا في الكلية بداية يعني كل فصل عند الطالب لما يكون يوصل للمستوى الخامس نطلب منه تحديد التركيز، أو يكون تركيزه اوريدي موجود على نفس تخصصه إلا إذا طلب يعني تغيير التركيز. فبالعادة بشكل مباشر إنه اللي تخصصه محاسبة يكون تركيزه محاسبة، أو إدارة يكون تركيزه إدارة، أو تخصصه تجارة إلكترونية يكون تركيزه تجارة إلكترونية، ما لم إنه لما يوصل للمستوى الخامس نطلب منه إذا يبغى على نفس التركيز أو يغير التركيز نغير التركيز الخاص فيه. دائما بالعادة يرسل استبانة أو زي نموذج، النموذج هذا يرسل لكل الطلبة يتم تعبئته من قبل الطلبة، ثم يوصل أو يستقبل الكلية، وثم بعد ذلك يتم تنفيذ التركيز للطلب الخاص بكل طالب أو الرغبة اللي بالتركيز اللي يريده. هناك طلب على سبيل المثال يقول والله أنا في المستوى الثالث وما أبغى أدرس ثقافة إسلامية، أبغى أجله لأنه ممكن يكون في الصيف. هذا خطأ، هذا أنت بدأت ترتكب بداية الخطأ. الآن إحنا من البداية نقول التزم، خصوصا المستوى الثالث التزم بالخطة، خطة المستوى الثالث، لا تأجل الثقافة الإسلامية إلى ذلك. أنت ما تدري في الصيف ممكن تكون شعب مليانة، ممكن يكون في ظرف ما تقدر أنت تأخذ في الصيف، إذا أنت تعطلت. فليش طالما أنت متاح وتقدر تدرس الآن ومتاح لك المقررات، ليش ما تاخذ عن نفس الخطه؟ انت ما تدري في الصيف ايش يصير، ممكن المقررات الثقافه ما تكون متاحه لاي سبب كان، ممكن الشعب تكون مليانه، ممكن انت ظرفك ما يسمح انك تاخذ صيفي، فبالتالي كذا انت عطلت نفسك ولخبطت عن نفسك واخذت مقرر المستوى الرابع او مقررات المستوى الرابع ونهايه السنه تحصل نفسك ملخبط وما تستطيع انك تاخذ صيفي، تبدا في السنه التي تليها وانت جميع الخطه عندك غير منتظمة. فدائما أنصحكم نصيحة، التزم في الخطة قدر المستطاع، لا تلخبط على نفسك عملية موضوع إنه والله أبغى أنا آخذ مواد كذا وممكن في الصيف كذا، لا يكون عندك على أمل والله كذا، ما تدري في المستقبل إيش يحصل. دائما العب على المضمون، أنت الآن في الترم الأول وعندك مقررات متاحة حسب الخطة موجودة، نزلها مثل ما هي في الخطة، تستفيد انت كثير وترتاح، يعني ما يكون عندك قلق مستقبلي والله ايش حيكون مستقبلا. فهذه نصيحة انا اوجهها لكم بشكل عام. مواد التركيز هل تكون من ضمن الخطة الدراسية؟ نعم، لما تدخل على الخطة الدراسية هتحصل خطة بناء على المستويات، تحصل جميع المستويات، وفي النهاية المستوى السادس هيجيب لك فيه مقرر يقول لك والله كونسنتريشن تركيز، في الأيقونة اللي قبلها تضغط عليها على مستوى التراكيز يحدد لك كل تخصص وش التراكيز الخاصة فيه. يعني تخصص الإدارة عندك 4 تراكيز له، تخصص المحاسبة عندك 4 تراكيز له، تخصص التجارة الإلكترونية عندك 4 تراكيز له، تركيز إدارة، تركيز محاسبة، تركيز تجارة، تركيز مالية. فهذه مقررات تحصل كل تركيز له 3 مقررات، هذه هي معنى التركيز اللي أنت تدرسها. ولما تدخل على الخطة تحصل خطة بناء على المستويات موجود في الخطة يكتب لك تركيز. طيب كيف أعرف هذه التركيز؟ ترجع للأيقونة اللي قبلها الخطة بناء على التراكيز، وتحصل التراكيز وكل تركيز ومقررات الثلاثة اللي تتبع له اللي يجب أنت أن تختارها. فكل مقرر يكون على مستوى، مقرر مستوى السادس ومقرر مستوى السابع ومقرر مستوى الثامن، كذا يكون أنت انتهيت مقررات التركيز. زي ما قلنا عملية تغيير التخصص لازم إنك تكون مسجل على الأقل، أو تبدأ تبدأ الفصل الدراسي وتدرسه ومسجل 12 ساعة دراسية وتكون تامها في هذا الأمر، وخصوصا اللي داخل الكلية في الغالب ما يفرق، لأنه أنت أوريدي مستوى الثالث حيكون لكل التخصصات متاح موجود، فكل المقررات اللي انت بتدرسها في المستوى الثالث وتنجح فيها هي محسوبة لك، حتى لو غيرت اي تخصص، كنت في ادارة وغيرت محاسبة، كنت في محاسبة وغيرت في التجارة، كل المستوى الثالث هي موحدة لكل التخصص. فلما تجتاز انت المستوى الثالث تبدأ تقدم طلب تغيير
تغيير تخصص في المستوى الرابع. قد يكون أنه ممكن أنه يتم فتح تخصصات نوعية أو برامج بكالوريوس نوعية مثل ريادة الأعمال أو الموارد البشرية أو التسويق. هذه كلها يعني في المستقبل ممكن أنها تكون بإذن الله موجودة. في الغالب سوف يتم دراستها ويتخذ فيها القرار لما فيه مصلحة الكلية ورغبة الطلبة أو سوق العمل بشكل عام والتوجه الخاص في سوق العمل. في إشكالية كذلك، نقطة مهمة جدا أبغى أقول لكم عليها، موضوع التسجيل. كثير من الطلبة يختار مقررات أو يختار شعب لمقررات هي أصلا بريكوست، يعني هي متطلب لمقرر آخر، فلازم تأخذ هذا المقرر عشان يفتح لك المقرر الذي يليه. هذه جدا نقطة مهمة خصوصا لطلبة المستوى الثالث أو الرابع. لا بد أنك أنت أحيانا تأجل مقررات، تقول والله أنا بأخذ الترم اللي بعده واللي بعده. هذه المادة تعطل كثير. ليش؟ لأنها هي تفتح لك مواد أخرى، يعني هي متطلب لمادة أخرى. يعني على سبيل المثال MGT101 هذه متطلب لكثير من المواد، تفتح لك آفاق. فإذا ما أخذتها أنت في المستوى الثالث حتعطلك بشكل كبير في المستوى الرابع والخامس. فلا بد أنك تأخذها في المستوى الثالث، تأخذها أول ترم تدخل فيه الكلية. ليه؟ لأنها متطلب لمقرر 211 للموارد البشرية، متطلب مثلا لمقرر الإدارة التسويقية، متطلب وإلى آخره. فلا بد أنك تختار المقررات تدرسها في أسرع وقت اللي تفتح لك مقررات أخرى اللي لها متطلب، عشان ما تتعطل كذلك في الخطة الدراسية. كثير من الطلبة يجين استفسارات أو أنهم متضايقين، يقول والله هذه المادة ما قدرنا نسجلها، نجد أنها متطلب لمقرر سابق هو أصلا ما أخذه. فأنت كيف تختار مقرر ما أخذ أساسه؟ فلازم تأخذ الأساس، أساس هذا المقرر، ثم بعدين تنطلق إلى المقرر الذي يلي أو في المستوى الأعلى اللي يلي. حتكون موجودة كل الشعب وكل المقررات متاحة في نظام البرر وقت التسجيل، لكن الآن غير متاح زي ما تفضل سعد الدكتور يوسف. حيكون متاح إن شاء الله غدا بإذن الله، فتح جميع المقررات حتكون متاحة، جميع الشعب حتكون متاحة للتسجيل. طيب، شاكر لكم جميعا، وشاكر لكم اهتمامكم وحضوركم وإنصاتكم ومتابعتكم. نتمنى لكم فعلا التوفيق، وإن شاء الله الله يوفقكم ويسدد خطاكم، ونشوفكم إن شاء الله خريجين بإذن الله تعالى، ونفرح معاكم إن شاء الله، ونفرح سويا بتخرجكم وبتفوقكم بإذن الله تعالى زي ما تفضلت أنا وفريق العمل كامل، سعادة الدكتور منصور والعمادات كذلك المساندة ورؤساء الأقسام جميعا في خدمة الطالب. وإحنا ما إحنا موجودين في الجامعة إلا لخدمتكم ولمساعدتكم وللاستماع إليكم ولمشاكلكم والتطوير أي نقاط نجدها إنها في مصلحة الطالب. لن نتهاون أبدا في أننا نضعها وتكون موجودة للتسهيل على الطالب وضعها، لكن لا بد أن الطالب يفرق ما بين الإهمال واللامبالاة وما بين الاجتهاد. قد ما يكون الطالب مجتهد عن نفسه واعي وعارف الخطة ومنتظم عليها، صدقني حيمشي بكل سهولة في الجامعة، وحيكون يعني يحصل على درجات عالية، وحيكون مركز في دراسته، ويكون حتى التنظيم لازم أنك أنت تنظم وقتك، يكون عندك تايم مانجمنت في موضوع تقسيم اليوم عندك. أنت كونك موظف، كونك رب أسرة، عندك أطفال، عندك بيت، وعندك كذلك عمل، وعندك دراسة، لابد أنه هذه يعني من الأمور الصعبة جدا أنه كيف أنت تديرها. لابد أنك تديرها بشكل منظم. إذا قدرتها بشكل منظم قسمت وقتك، حتكون سهلة جدا عليك على مستوى اليوم، ما أتكلم على مستوى الأسبوع، على مستوى اليوم. قسم وقتك، متى عندك محاضرات تحضرها، متى عندك واجبات تسلمها تذاكرها، متى عندك اختبارات والله لازم تذاكر وتخصص وقت له، متى عندك عمل وتقدر أنت تقضيه، متى يكون عندك وقت مخصص للأسرة. كل هذه لما أنت تقسمها وتنظمها حتكون أمورك ماشية بسهولة وبانتظام، ما يكون عندك أي عوائق. أرجع وأقول مهمة، عملية التقويم الأكاديمي ضروري أنك تطلع عليه باستمرار حتى تطلع على الخدمات الخاصة بالأمور الأكاديمية. إذا احتجت لها
تقدمها، وأعيد وأكرر الالتزام بفتح الأيقونة وإغلاقها، لابد أنك تقدم عن خدمة في هذه الفترة. أي خدمة تغلق لن يتم قبول أي طلب في هذا الجانب. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بإذن الله سعادة الدكتور يوسف بيتكلم عن الإجراءات الخاصة بالخدمات الطلابية. أتمنى لكم التوفيق، في أمان الله، مع السلامة.